الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من رواية عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، والحديث ده عنده مناسبة. عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يصلي بقومه، فلما كبر في السن وضعف بصره طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه إلى بيته ويصلي له في بيته حتى يجعل هذا المكان مصلى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لطلبه وذهب إليه ومعه مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفيهم الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد أن أصلي لك يا عتبان؟ في بيته. فأشار إلى ناحية من نواحي البيت، قال له هنا. فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، ثم جلسوا يتذاكرون فيما بينهم. قعدوا يتذاكروا، لأنه ده حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فقال رجل من القوم لما ذكروا رجلا يقال له ابن الدخشم، قال رجل: إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. العلماء استنبطوا من هنا فائدة، إنه يا أخواننا نحن ما مأمورين ننقب عن صدور الناس، إنما الواجب أن نأخذ الناس على ظواهرهم. أما كون نقول فلان ده منافق، ولا نقول فلان ده مرائي، ولا فلان يسمع بعمله، ولا فلان ده ما يبتغي بهذا العمل وجه الله، كل ده ما بيجوز يا أخواننا وباطل. لأنه أنت ما شقيت صدور الناس عشان تعرف الحاصل جوا في قلوبه. وأي زول بينتهي هذا المنهج فإنه على شفا حفرة من الهلكة والضلال. إياك تتهم زول في نيته، ولا تتهم زول في أي نوع من أنواع أعمال القلوب، لأن القلب ده ما بيعلم به إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الجوع في الصدر ده ما بيعلم به إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى عن يوم القيامة: يوم تبلى السرائر. فدي فائدة مهمة. شكد الصحابي لما قال عن هذا الرجل، قال عنه منافق، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تقل هكذا، لأن المنافق ده أنت ما بتعرفه، لأن المنافق بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما قال تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المنافق ده ما بتاع مراوغة،
مع المسلمين بيبقى مسلم، مع الكافرين يطعن في الإسلام، يطعن في الإسلام. عشان كده ربنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإياك تحكم على زول إنه زول ده منافق ولا باقي الكلام ذكرناه، عشان ما نعيد ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل ذلك، ما تقول عنه منافق. أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فإن الله حرم على النار، حرم يعني منع يا أخوان، حرم يعني منع. والنار والجنة مخلوقتان، مخلوقتان خلقهم الله تبارك وتعالى، والمخلوق من حق خالقه أن يأمره وينهاه. عشان كده ربنا بيمنع عن النار ناس، كذلك يمنع عن الجنة وناس. الحديث ده أول حاجة دل على إنه ربنا بيمنع عن الناس عن النار بعض الخلق، عشان ما نخصص الشغلة في الناس لأنه ممكن يدخل الجن ذات. عشان كده نقول بعض الخلق أو بعض العباد. كذلك يمنع الله عز وجل عن الجنة. واقرأ إن شئت قول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم يعني منع، الله بيمنع عنهم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر إن التحريم ده يا أخواننا نوعين، إما يكون تحريم مطلق وإما يكون تحريم نسبي. والكلام ده نقله الشيخ ابن عثيمين عن ابن تيمية في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. التحريم ده ممكن يكون تحريم مطلق وممكن يكون تحريم نسبي. والناس انتبه يا اخوان، انتبهوا، ما في النهاية ركشة ماشية وتوك توك ماشي. الواحد بيخلي العلم عشان يعاين توك توك، والبلد دي التكاتك شوية فيها يا اخوان، فاستفيد التوك توك ده ما بيفوت في النهاية. التحريم المطلق انه ربنا سبحانه وتعالى يحرم على هذه النار عبادا له تحريما مطلقا، يعني النار دي اصلا ما بتمسهم ولا بيخشوها ذاته. ونسأل الله انه يجعلنا من ديل منهم يا اخوانا. هؤلاء الذين قالوا لا اله الا الله وابتغوا بذلك وجه الله وما جاءوا باي قادح يقدح في التوحيد، ما عندهم لا ذنوب كبيره ولا ذنوب صغيره، ديل اهل الجنه طوالي الجنه، ما عندهم لا ذنوب كبيرة ولا ذنوب شنو ولا صغيرة، توحيد النجيط 100%، ديل بيمشوا الجنة طوالي، ديل النار ما بتمسهم أبدا. أما بالنسبة للصنف الثاني اللي هو التحريم، تحريم نسبي، ديل الناس اللي قالوا لا إله إلا الله وابتغوا بذلك وجه الله لكن عندهم بعض الكبائر، عندهم كبائر. زول ما عنده شرك ما عنده تب، لكن عنده كبائر. كان زول بتاع خمرة والعياذ بالله، وزول بتاع زنا وعقوق والدين وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الكبائر، وما تاب لحد ما مات ما تاب. ده يا أخوانا تحت المشيئة بعدين يوم القيامة، لو خش النار دخوله في النار ما بيكون مؤبد. عشان كده ابن تيمية قال لك ده تحريم نسبي، يعني ربنا حرم عليه النار تحريم شنو؟ تحريم نسبي، يعني ما بيقعد جوا طوالي،
بياخذ دلو الله سبحانه وتعالى دخلوا النار، بياخذ فترة زمنية معينة على حسب ما يريد الله تبارك وتعالى، بعد ذاك في النهاية مآله إلى الجنة، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا كمان ممكن أصلا ما يخش النار دي ذاتها، ممكن ما يخشها، ينتقل من التحريم النسبي للتحريم المطلق، لأنه في تحت المشيئة في النهاية ممكن ربنا يدخله الجنة طوالي يعفو عنه، ممكن تنال شفاعة من الشفاعات. إذن يا أخوانا ده التفصيل في هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فائدة ثانية في قوله يبتغي بذلك وجه الله، ألا وهي أن هذا العبد كان مخلصا لله تبارك وتعالى، لأنه العبد إذا ابتغى بالعمل وجه الله فإن هذا دليل على إخلاصه، دليل على إخلاصه، وده يدل لك يا أخوانا إن الصحابة ديل كانوا من أخلص الناس. ليه؟ ليه كانوا من أخلص الناس؟ لأنه الله قال في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ديل منو يا أخوانا؟ ديل الصحابة أخلص الناس بنص القرآن، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لاحظ لقول الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، يعني ده حال، بيقولوا الكلام ده بلسان حال، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوس يعني طويل، أو عبوس يعني صعب، يوم صعب، قمطرير يعني طويل، يوما عبوسا قمطريرا. الله قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرور في القلب، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فدي الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله. ومن هنا أخوانا أيضاً لابد يحرص كل الحرص إنه يكون أعماله كلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يريد من وراء هذا العمل جزاء من أحد، ولا يريد شكور من أحد، ولا يريد رفعة، ولا يريد تعظيم، ولا يريد جاه، ولا يريد مكانة في المجتمع، ولا أي حاجة من الأمراض القلبية. نسأل الله يعافينا وإياكم. فائدة ثالثة، وأنا ألتمس العذر من الإخوة الذين هم خلفي، خلونا نكمل الحديث ده بس. فائدة ثالثة في قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إنه يا أخواننا القول براه ما بيكفي، كونه تقول لا إله إلا الله بس ده براه ما بيكفي. ليه يا أخواننا؟ لأن المنافقين كان بيقولوا لا إله إلا الله، فلو كان النطق بهذه الشهادة باللسان فقط لو كان يكفي لنفعت من؟ كان حتنفع المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا إله إلا الله باللسان بس ما بتنفع صاحبه، وده فيه رد على كل الصوفية، كل الصوفية بل غير الصوفية، في ناس معاهم من الإخوان المسلمين والجماعة اللي بيطبلوا للصوفية، عرفتها؟ لما تجي في المساجد تقول البلد دي فيها شرك وفي مشركين عديل، مشرك وبس، لا، مشركين راس عديل. أدل أنت قال المشرك ده إلا يكون تكون عيونه خضراء، ولا المشرك ده عنده قرون. طبعا في المدرسة بيصوروا لك إنه المشركين ديل
عبارة عن ناس كده عندهم قرون يخوفوك من تحت إلا كده يخوفك. لا لا لا، المشرك ده ممكن يكون ببدلة وكرافتة عرفتها وريحة ظريفة، ويكون راكب له عربية لاند كروزر آخر موديل، وبعد ده كله مشرك من المشركين. فإنت ما تستبعد الشغلة دي. الله قال على المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون. الصوفية والناس اللي بيطبلوا لهم بيقول لك يا مولانا ما ممكن زول بيقول لا إله إلا الله وتجد تقول له زول ده مشرك، ما ممكن. يقول لك ما ممكن بياته مقياس. هل بمقياسك أنت كصوفي؟ إذا قلت لي بمقياسك أنت مقياسك ده ما يلزمنا ولا عند الطلب اللي بيبنوا البيوت، ما بيلزمنا مقياسك، أنت ما صوفي في النهاية. أما لو جيت لميزان الشرع والمقياس الشرعي نسأل الصوفي وغيره من اللي بيطبلوا له، نسأل سؤال، نقول له الوضوء عنده نواقض ولا ما عنده؟ عنده. كمان عند الصوفية النواقض لو في الشريعة 2 أو 3 عند الصوفية بتلقاها 15، 15 ناقض. والله يجيبوا لك نواقض يحيروك ذاته، عرفتها؟ ناقض ما أنزل الله به من سلطان. فالصوفية وغيرهم بيتفقوا معانا إنه الوضوء عنده نواقض. سؤال ثاني لأي صوفي وغيره: الوضوء أعلى درجة ومكانة ولا لا إله إلا الله؟ يعتفيهم لابد يقول لك لا إله إلا الله. ليه؟ لأن الوضوء ذاته ما بيصح إلا بعد شنو؟ إلا بعد لا إله إلا الله. فما ممكن الوضوء يكون أفضل من لا إله إلا الله. طيب يا صوفي، إذا كان الوضوء عنده نواقض كيف لا إله إلا الله ما يكون عندها نواقض؟ لا إله إلا الله عندها نواقض، عشان كده ربنا ذكر حكم الردة. تقال الردة دي شنو؟ ما الردة دي من نواقض لا إله إلا الله. الله قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، الآية من سورة المائدة. كمان ده خطاب للمؤمنين، ما لهي ذول. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين. إذا لا إله إلا الله عندها نواقض ما ينفع الشغلة، ما قول باللسان ونطيت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ده ما الموضوع يا صوفي. لو كررت 1000 مرة في الشدائد قاعد تنادي منو؟ مش بتنادي البرعي؟ أي لا إله إلا الله عندك ما شغالة إلا تمشي تجددة ثاني، تغتسل شفتها وتجي تتشهد من جديد، عرفتها؟ تخش الإسلام. ما قاعد تنادي البرعي في الشدائد؟ إذا الشغلة ما قول باللسان يا أخواننا. قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لابد مع القول يكون في اعتقاد في القلب إنه الله براه المستحق للعبادة. مع الاعتقاد في القلب يكون في عمل. كمان ما تقول لي أنا معتقد وبقول بلساني وتمشي تنبطح، يقول لك قم صلي الظهر، يقول لك لا أنا بقول لا إله إلا الله. طيب ما صلي لا إله إلا الله يعني تصلي لله، تصلي لله لأنه الله مستحق للعبادة، يقول لك لا كده بس، لا كده بس ما بينفع. الدين ده أخواننا ما مزاجات، والسودانيين إلا من رحم الله دايرين الدين ده بالمزاج. الغريب أي حاجة في البلد دي عندها ضوابط إلا الدين. الناس كتار ضوابط ونظم وقوانين أنت ما بتقدر تخالفها، ولو خالفتها فيها إيصالات وفيها حاجات تانية. لكن الدين في البلد دي بتخالف عادي، لا في إيصال لا في كرباج ولا أي شيء. عشان كده بتلقى المخالفين للدين ناس كتار، ناس كتار جدا. إذن يبتغي بذلك وجه الله. أخيرا ودار أختم، آخر فائدة من هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل. جوة عينك يا حميدة، أنا عارفك حسي بتكون الكلام ده بيكون أكل معه جنب. الله عنده وجه؟ هاي عنده وجه. أنت مالك ما عاجبك؟ ما ده في القرآن وفي السنة، نحن قلنا الكلام ده من عندنا. الله قال: يريدون وجه الله. وربنا قال: كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهل آية دي تمشي منها وين يا صوفي؟ أواك تجي تقول لي لا الوجه المراد به الثواب، المراد به الثواب، مراد به الثواب كيف؟ يعني كل من عليها فان ويبقى ثواب وجهك ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. أصل الكلام ده بيجي
انتوا مجانين ولا شنو يا صوفيا؟ عشان ما يغشك حمادة، انا عارفه بيلعب في الشغلة دي، عرفتها؟ لله تعالى وجه. اما لو قلت لي انتوا ممثلة ومشبهة، لا نحن ما ممثلة ولا مشبهة، انت الممثل يا صوفي. ليه؟ لانك انت ما انكرت الصفة، ما انكرت الصفة دي، لانه الا وقع في راسك التمثيل. من تقول له لله وجه يقول لك معناه تشبهت الله بالمخلوق؟ لا لا، ما شبهناه بالمخلوق. له وجه لا يشبه وجوه المخلوقين ولا يماثل وجوه المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا ما وقعت لك على كيفك، انا ما ملزم ادخل لك الكلام في راسك، بديك الكلام ده كده، عرفته؟ وده باجماع السلف، باجماع السلف يثبتون صفة الوجه لله تبارك وتعالى. واتحداك يا حميدة والذين معك من الأشاعرة وغيرهم قبحهم الله، اتحداكم تجيبوا دليل واحد من النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابة او من التابعين او الأئمة الأربعة او أئمة الهدى والدين المعتبرين، تجيبوا دليل واحد قالوا ليس لله وجه. ده تحدي بتاع رجال ولا ما تحدي؟ والله ما يقدر حميدة، والله لو عمر عمر نوح عليه السلام ما يقدر يجيب دليل واحد انه كان بيقول الوجه بمعنى الثواب. اصلا ما بتقدر يا حميد، عرفتها؟ بعدين يا حميد نضرب لك مثال من الواقع. هو ما بيقول لما تثبت الصفه انت وقعت في التمثيل، ليه بيقول كده؟ لانه عقله عقل خربان، عقل مليان محايات ومهيوبه، لا يمكن يستوعب كلام زي ده، عرفتها؟ في المخلوق. هسي حميد عندك وجه ولا ما عندك يا حميد؟ هيقول لك عندي وجه. الحصان عنده وجه ولا ما عنده؟ الكديسة عندها وجه ولا ما عندها؟ هل يا حميدة وشك وش الحصان وش الكديسة واحد؟ إذا قلت أنا وشي وش الحصان واحد، الحصان حيزعل لأنه يقول ما ممكن تشبهوني بحميدة، عرفتها؟ الحصان حيزعل. يبقى ده بالعقل كده يا حميدة، بالعقل. إذا كان الصفة في المخلوق، الصفة في المخلوق مع الاشتراك المسمى ما بيستلزم المماثلة والمشابهة، ولله المثل الأعلى، لله تعالى وجه لكن لا يشبه ولا يماثل أوجه المخلوقين. وده ثبت بالدليل من القرآن والسنة والإجماع، ودي فوائد بسيطة يا أخواننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.